السلام عليكم من جديد، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ونكملوا الجوله الاولى، الجزء الثاني من الجوله ديالنا في تامبا. هنا في الصباح خرجنا من لوتيل، كانت الصراحه كنا باغيين نفطروا ولكن لقيناهم دغيا سالوا الفطور دايرين من 6 ل 9. فقنا حنايا مع 9 لقيناهم ديجا سالوا. صافي غادي ننزلوا هنايا، ومع انه ما كاينش لتحت، ما كتعجبنيش القهوه ديال لوطيلات واصلا ما كاينش اتاي، فقررنا نمشيو نفطروا في بلاصه اخرى. هانتوما غتشوفوا هنا، هاي الكافيتيريا، صافي جمعوا طواو. هنا فين كيفطروا، كاينين هنا واحد الناس باقيين جالسين في الطبله، راه هي في البوفي، بلاصه البوفي خاويه سالاو. هذا هو الاوتيل، سميتو لا كوينتا. الشميشة والجو زوين، كنا في اللول مشينا سولنا هالضي، لقينا عامر، هو هذا لقينا عامر وجينا هنا. وبقى معنا تنشوفو اش غنديرو في النهار. غادي نساريكم معنا شوية هنايا في تامبا. صافي قلت لكم ما لقيناش الفطور، مشينا نقلبوا على شي بلاصه نفطروا فيها. ما صراحه ما عرفتش بشي بلاصه اللي فيها المغاربه كيديروا اتاي هنايا في الصباح في الفطور. مشينا لواحد بحال الجزيره، هي في نفس المدينه، سميتها ديفيس ايلاند. الناس اللي في تامبا يعرفوها، والناس اللي بغاو يمشيو راه سميتها ديفيس ايلاند. هي هاد البلاصه فيها هنايا بحال واحد بتي فيلاج. الصراحه عينا ما نقلبوا ما لقيناش والو، ما لقيناش شي فطور ديال بصح. كاين داك الفطور ديال خفان زربان، عرفتوا انا كنسجل القد ديالي محيح بالغوات باغي يخرج. كنسجل ونعاود نمسح، انا كنسجل وكيتسابق معايا في الهضره. دخلنا لهاد القهوه هادي، اصحابنا عندهم فطور ولكن عندهم بحال ساندويتشات على البارد فيهم الصومون داكشي، وانا ما خصنيش داكشي، انا خصني اتاي هو المهم ولا الشاي الاخضر، وخصني اوملات يعني الصباح انا خصني فطور. ما لقيناش عنده فطور، صيفطنا لواحد البلاصه قالنا راه كيديروا فيها الفطور. مشينا ليها لقيناهم دايرين غير داك الساسج ديالهم ديال الحلوف وشي تخربيق دايرين، ما عجبناش. ثاني تمايا مشينا هزينا الطوموبيل ومشينا لواحد البلاصه اخرى. هنايا نتوما كتشوفوا حنا غادي نمشيو نسولهم، هادو هما اللي قلت لكم، هاد القهوه هادي الخضراء دايرين معلقين هذاك، يعني شنو عندهم كل نهار، هي فاش نقيناهم معلقين دايرين الساسج ديال اولا السوسيس ديال الحلوف وش تخربيق معاه. المهم ما راكم عارفين حنايا العرب والمغاربه خصوصا ما عندناش مع داكشي الفطور، مع هذا الفطور ديال الشتريال وخصوصا هادشي فيه الحلوف. سو مشينا هنايا غاديين، هانتوما شوفوا هذا على مطعم شحال زوين. واه عرفت الصراحة الجلسة فيه ديال السوشي خطير، ولكن هذا كيبغي الحال يكون بارد. عرفت باقيين كنقلبو ما لقيناش شي بلاصه الفطور مزيان، عندهم غير التخربيق، ودابا مستحيل ما نشربش اتاي، ما نلقى اتاي فيتو، ولكن كنقلبو على شي قهوه تكون زوينه. عرفتو الشقيقه بدات ليا في راسي، ونسيت ما عرفتش شنو طرا ليا، نسيت ما جبتش معايا التخليطه ديالي داتاي. المهم حنا نقلبو تنشوفو فين غنطيحو. واخيرا لقينا قهوه نقيقيه فيها فطور ديال بصح هنا، لان الصراحه من غير القهوه ديال دانكن دونات ما كنشرب شي قهوه اخرى. هنا خديت شاي، هذاك الشاي الهندي اللي كيكون شويه حلو، فيه القرفه والهيل وداك الشيء. هنا الوليدات خداو الكريب وشوكولا، وانايا جابوا لي الفطور بصح. جابوا لي الاومليت ديال فيها الخضره لي زابينا والبروكولي وداك الشيء الشامبينيون، ومعها هاد البطاطا والتوست ديال القمح. وصافي هنايا مشينا كملنا تسارينا شويه ودزنا لدانكن دونات، خديت قهوه لان راسي صافي بدا كيدندن عليا، خصني ضروري اتو القهوه. هنا بغيت نوريكم، نسيت ما صورتش لكم من الاول هاد
هاد الكورنيش ديال التامباح زوين بزاف، عرفتو راه جاني فحال الكورنيش ديال مالاغا في اسبانيا تماما. عاد واحد البارتيه في مالاغا الكورنيش ديالها راه كوبي كولي. سمع القط ديالي تاهو كيهضر معايا، فكنعتذر على هاد العطب القطي ماشي التقني القطي، راه باغي يخرج محيح عليا، مابقيتش كنخليه يخرج. كل نهار كيعيطوا لي ناس الشكل، حيت داير لي النمره التليفون في عنقو، كيقولوا لي سمعوا دابا راه تسمعوا التقرقيب، راه مشى للشرجم وكيغوت. فخفت يجيو هذاك صحاب الحيوانات يمشيو يهزوه ليا، دونك راه محيح باغي يخرج ولا في الخروج. ها انتم السمر ما يخلينيش نسجل اليوم دابا، مع المشكله معاه. جينا هنا البحر شويه، جبنا الوليدات يلعبوا حتى البحر. شوفوا راه ما غارق، شوفوا الناس فين واصلين، وباقي الله واصل لهم حدا رجليا. عرفتي واحد المنظر من هاد اللوطيل هذا شحال خطير. الشمس بصح الحرارة، شوفوا شحال كيبين، شوفوا شحال ترونسبارون. لابسة الكحل والرملة بيضاء، نجلس هنا في هاد الطليلة هادي. كيف ما شفتوا انا بزحمه مع ولادي، مشينا جلسنا شويه في السوينغ اولا في الزعلوله ولا الطياشه، كل واحد اش كيقول لها. شوفوا انا بغيت نصور لكم سبحان الله، هادو سميتهم لي زويتر، ما عرفتش بالعربيه شنو سميتهم، المهم دايرين بحال بزروق. شوفوا انتم راه حاولت نقرب لكم، عرفتي تبارك الله راه عامرين ولكن لاصقين ما كيتحيدوش. ولقيت شي وحدين طايحين ولكن مسدودين ما مستحيل تحلهم هكاك، خاص ضروري تهرسهم شي حاجه ولا شي موس باش تحلوهم. عاتو دابا راه صافي، راه تهدن القطيط ديالي، تهدن هو نعس ورا صوتو بحب الغوات. صافي انا مسالينا من البحر شوي، ضروري ما نجيو تامبو نمشيو البحر. هنا جات وقيتها ديال الغداء، جينا ناكلو عند هاد الريستورون تايلاندي، عندهم الماكله زوينه الصراحه. دخلنا لداخل ولكن ما لقينا شويه دنيا خاويه لداخل، وبرا كاين الجو غزال، فقلنا لهم يقادوا لنا طابله على برا، كان الجو مبرد زوين بزاف. صافي حنا غادي نخرجوا برا وغادي نتغداو وغنوريكم المنيو اللي عندهم وتشوفوا شنو خدينا نيت، باش واحد الا مشى لطامبا بغى يدوز هنايا ياخذ فكره. المهم انا راه حطيت لكم السميه، اللي بغى العنوان راه يقدر يطلعها في جوجل، لان بزاف كيبقاو يسولوني العنوان. ها انتما هي السميه، فشحال مره كنسى ما كنحطش العنوان وكنسى على البلاصه. انا حطيت لكم السميه، ديروه غير في جوجل مابس وصافي راه يطلع لكم. هذا المنيو عندهم، ها انتم شوفوا الاطباق وخذوا فكره للاثمنه. الصراحه عندهم الماكله بنينه بزاف، وعندهم حتى البط اللي بغى البط. اخواتنا المصريين، عمري في حياتي ما كليت البط. كنت غناخذ هذا البلا هذا اللي وريتكم، الساعه جاب وراجلي كان غياخذ بلا واحد اخر. الساعه جاب الله سولناه قال لينا راه واحد راه كيوكل جوج، راه ما غنقدروش كل واحد ما يقدرش يكمل تبصيلو كامل. وفعلا لان كون خديت انايا هذاك ما كنتش غنقدر نكمله بوحدي، فكان البلا كبير. دابا نوريكم شنو خدينا، انتم تاخذوا فكره ولا بغيتوا ديروا سكرين ولا المهم. وهنا عندهم الدسير، انتم غتشوفوا شنو خديت. هنا بدينا بالمقبلات، عطاونا هاد الانام زوينين فيهم الخضره. الصراحه هاد الشلاضه اللي تقلبنا فيها ردوا بالكم، حنا حيت حنا اي حاجه كيحطوا لنا كنسولوا. هادوك اللي في الشلاضه ها هما غتشوفوهم كندير بهم، اللي كنحيدوهم دابا هذيك راه جلده ديال الحلوف على شكل تشيبس.
جاب الله صوننا وفي الاخر طقنا حيدنا الشلاضه كلها دخلنا الشك وما بغيناهاش رجعناها. واصلا المذاق ديالها فيه دايرين فيه واحد لاصوص ديال الحوت، فالمهم انا ما عجبتنيش مجهده بزاف، واصلا صافي فيها هذاك ديال الحلوف صافي ما قدرناش نقيسوها كاع. هنا كاين بنتي خدات هاد السوبه دي زوينه عندهم بنينه ديال السي فود، وحنا خدينا هاد البلا هذا كله ديال السي فود يعني الفواكه البحر. انتم شفتوا البلا شحال كبير هذا، ورا يلاه يلاه كملناه بزز. دونك كون خديت انا بلا اخر ما كنا غنخليو الماكله هكذاك حرام، لان واحد راه كيكفي. وعاد هنا ولدي خدا هاد الروز هذا، ولكن واخا ولدي فيه شويه ديال التبصيص نقب غير شويه الدجاج من الفوق. علاش؟ حيتاش الروز فيه الخضره، فيه الخيز زوج البانه، فعندي ما كياكلش الخضره. وهنا بدلوا لينا الشلاضه، عطاونا هذه اللي كتعجبني انا، هاد لاصوص ديال الكاوكاو كتحمقني. سو كان هذا هو الغديوه ديالنا، وضروري ما نحليو وندوقوا الديسير ديالهم، كان ديسير غزال ننصحكم به. هنا كيجي هاد الطبق هذا فيه شرائح ديال المانجو، وهذا اللي ماغون اللي في البني هذاك راه الرايس الروز الرايس هذاك راه الروز كيجي منسق زوين مقرمل بنين. وهنا خدينا الايس كريم ديال الموتشي، ولكن تحت هذيك راه على كريم فريش، انا خديت غير الايس كريم اللي الفوق ديال الفريز، والوليدات خداو لا كريم فريش. وكان هذا هو نهارنا الثاني في تامبا، وحنايا هنا راجعين في حالنا لاورلاندو. وشوفوا على منظر شحال غزال، شوفوا القمر كان كامل سبحان الله. هو شوفوا انا غنقربوا لكم، حمقنا سبحان الله مع العواش دابا سيدنا رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي اجمعين، ومع ازاله الوباء وتكون الدنيا هانيه لا حرب لا والو. وكيف ما كنقول لكم دائما خليتكم فرحه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.